الراجل بيحن لطليقته لما بيتعرض لمشاكل كتير وما بيلاقيش حد خالص واقف جنبه، او البيبان كلها متقفلة بالنسبة له. دايما هي الزوجة المطلقة هي دايما اللي هي بتبقى الأصيلة، طبعا هي اللي كانت بتبقى السبورت والدعم ليه واللي بتساعده في كل مشاكله، وعايشة معاه على الحلوة على الوحشة قبل الحلوة. بنندم بعديها على طول، يعني مجرد بس خروجنا من المشكلة وإن احنا بقينا لوحدنا، مجرد بس ما بنحس كده بنفسنا إن احنا بره المشكلة خلاص وبقينا عايشين حياة لوحدها كده، حياة تانية غير اللي احنا كنا عايشينها، بنبدأ نندم ونبدأ نحن ويا سلام بقى لو ما كانش في فرصة تانية كمان للرجوع، يعني الموضوع بيبقى أسوأ بكتير. يعني ممكن لو حصل له موقف معين او حصل له حاجة معينة اتعرض لها كانت هي وقفت معاه فيها قبل كده، ممكن يحن لها وممكن يتمنى تاني ان هي تبقى معاه. ممكن لما تتغير، لو كان في مشاكل فترة الجواز أدت للانفصال والمشاكل أو العيوب دي اتحلت أو اتغيرت، فممكن يحن ويرجع، خصوصا كمان لو كان في أولاد فيها 10 سنين مع بعض، أم ولاده.